خرج الزارع ليزرع أرضه، وفيما هو يزرع سقطت بذور على الطريق فدستها الأقدام وأكلتها طيور السماء، وسقط بعضها على الصخر، فلما نبتت جفت لأنها لم تجد ماء، وسقط بعضها وسط الشوك فنبت معها الشوك وخنقها، وسقط بعضها في الأرض الجيدة، ولما نبتت أثمرت كل حبة 100 ضعف. يا معلم، لماذا تكلم الناس دائما بالأمثال؟ وهب لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون. هذا تفسير المثل. البذور هي كلمة الله، والساقط منها على الطريق هم الذين يسمعون، ولكن يأتي إبليس ويأخذ الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا ويخلصوا. والساقط على الصخر هم الذين يسمعون كلام الله بفرح لكنهم بلا جذور، فيؤمنون إلى حين فقط، وحين تأتي التجارب يرتدون. والساقط على الشوك هم من يسمعون لكن هموم ومتع هذه الحياة تخنقهم، لذلك لا يثمرون. والساقط على الأرض الجيدة هم من يسمعون كلمة الله فيحفظونها في قلوبهم ويثبتون بها ويثمرون.